وبيعمل ده ليه وما بيعملش ده ليه؟ القصص دي عايزه شرح طويل بقى، فمش وقت للكلام ده. هندخل منك البيزك نولج، البيزك نولج. وانت برضه لما تيجي تذاكر زائد اللي انا بقول لك عليه، ما تذاكرش غير اللي انا بقول عليه. وهتلاقوا لاحظتوا الكلام ده في الامتحانات. يعني انا مثلا لما جيت الامتحانات انا كنت مثلا في اعمال السنه كانت الاسئله كلها ايه؟ مين هو ده وايه مهمته؟ مين هو ده وايه مهمته؟ مين بيشغل اليوم؟ مين بيقفل اليوم؟ مين قصد ده؟ يعني الاسئله ها مش في التفاصيل قوي. الاسئله ها البيزو فهمنا؟ مش بس ايه؟ محدش ياخد في دماغه ان هو في السي ان اس هنقول الالف ايه ده بقى؟ عايزين تقعدوا اسبوع كل يوم ثلاث ساعات خلاص؟ طيب هنبدا النهارده بمجموعه مهمه جدا، او بمعنى اصح النهارده هنتكلم على ثلاث انويه او ثلاث مجموعات من الانويه، والثلاثه اتحطوا في الامتحان برضه. الثلاثه اتحطوا في الامتحان هتلاقوهم مفيش كلام. ليه؟ تسال ليه برضه؟ كل حاجه يا جماعه لما بقول الكلام ده مش بقوله كده ان انا الفلسه ما اتحطش عموما، يمكن لا في البنين ولا في البنات، بس انا بقول الكلام ده ليه؟ حضرتك انت طالب سنه ثالثه هتتخرج جامعه بكالوريوس الطب والجراحه، هل هتروح تعالج واحد مجنون؟ هل هتروح تعالج واحد عنده باركنسونيز؟ برضه لا. هل هتروح تعالج واحد عنده ديبريشن؟ اكيد لا. هل هتروح تعالج واحد عنده تشنجات؟ غالبا لا، صح؟ انما اكيد هتعالج واحد عنده بيه، صح؟ انت في استقبال مرض مش عارف صداع رجليا وجعاني ايديا وجعاني انا مش واحد جاي لك عصبي مهدد، صح؟ يبقى حضرتك اللي مطلوب منك بشكل اساسي زي ما كنت بقول لك مجنونين في الامتحان. ليه مجنونين في الامتحان؟ هو انت ينفع تعدي سنه ثالثه من غير ما تعرف المسكنات؟ سواء كانت ناركوتيك او نون ناركوتيك. هو انت ينفع تعدي سنه ثالثه من غير ما تعرف ان في حاجه اسمها دايزبام؟ اللي احنا كل شيء يقول لك ايه؟ دايزبام دايزبام. هو مين الدايزبام ده؟ لازم تعرف. الانتي سايكوتيك بس في الاخر انت لما تبقى تتخصص بقى تبقى دكتور سايكاتري تبقى تعالج انت بقى السايكوتيك براحتك مش مشكله، وتطلع بقى على الادويه الجديده والادويه الحديثه والميكانيزمات والقصص دي، فاهمنا؟ يبقى دايما في تارجت في دماغنا. الكارديو لا مطلوب افهمه كويس قوي واركز فيه كويس قوي وافهمه واعرف تفاصيله من البرانشات المهمه اللي بندخل من طول سنتات اللي فهمها حلو جدا. وزي ما انا قلت لكم هو ادويه قليله بس كلها مهمه، فاهمين؟ الحاجات دي لازم تحطها في اعتبارك وانت بتبدا البرانش. هو انا مطلوب مني ايه في البرانش ده؟ مهم قوي. الناس اللي جت عايز تفهم سي ان اس خلاص دي جت حضرت الشرح وشرحنا كل حاجه بالتفصيل والمل. انت جاي تنجز في الامتحان، انت ليك طالب. انا هكتب طالب تعالوا نبدا اول علم ناركوتيك انرجي اللي هي ايه؟ هتعمل تسكين للالم ولكن لها تاثير مؤثر مخدرات، يعني ناركوتيك انرجيتكس هتعمل فعلا ريليف اوف بين ولكن الريليف اوف بين بتاعها بشكل اساسي سنترال، بتشتغل على السنترال باثوي اوف بين. ومع الكلام ده بتعمل لك ناركوزس، بتعمل لك تاثير مخدر. يعني ايه ناركوزس؟ معناها detachment of environment، detachment from surroundings. يعني ايه يا جماعه؟ مش دريان باللي حواليه، مش واخد باله من اي حد، ما عندوش اي مشكله، مش مركز مع اي حد، ده اسمه ايه؟ نار. حلو. الناركوتيك انرجيتك عندي اربع عائلات، فينان سيرين جروب اسمها ايه؟ دي حاجات طبيعيه جايه من نبات الافيون، جايه من الابيض. عندي كمين مورفين وكودين، وبعدين عندي مجموعة تانية اسمها سيمي سينسيتك. احنا عارفين يعني ايه سيمي سينسيتك؟ اجيب الحاجة الناتشورال دي واعدي فيها، هنبقى نتكلم على اهمهم دلوقتي. وبعدين اجيب سينسيتك. يعني ايه سينسيتك؟ اشوف دول بيشغلوا انهي ريسبتور واروح افصل حاجة مخصوص للريسبتور دي تشغلهم، دي اسمهم ايه؟ سينسيتك. او عيله مهمه كده ممكن تيجي في سؤال الشورت اكاونت اسمها ميكسد اجونست انتاجونست او
الاوبيويد، يعني دول هيروحوا يشغلوا الاوبيويد ريسبتور، في منهم يعمل اجونس لبعض الحاجات وفي منهم بيعمل انتاجونس لبعض الحاجات. طيب تعالوا نشوف اول علاج مر في مضمون نظري. مضمون نظري مفيش امتحان غير مورفين، مفيش امتحان فارماكولوجي بدون مورفين. خلصت تمام كده؟ طيب اول سؤال نظري هو المورفين بيشتغل ازاي؟ راح خالص لما يجي الحاجة ميكانيزم اكشن اوف مورفين هات الاثنين ميكانيزم. حاجه اسمها موليكولار ميكانيزم وحاجه اسمها ستراكشرال ميكانيزم، يعني اللي هو الميكانيزم بقى اللي هو ايه واضح قدامنا، انما الموليكولار ده اللي هو بيتكلم على الانترا سيلولار مولكيولز. عندي موليكولار ميكانيزم وعندي الميكانيزم الاساسي اللي هو بيشتغل فيه كانالجين. اولا المورفين يصنف كديبريسنت ولا ستيمولنت؟ خدنا الكلام ده قبل كده. لما يجيلي دواء له بعض الاكشنز ستيمولنت وله بعض الاكشنز ديبريسنت بشوف تاثيره النهائي ايه على السيريبرال كورتكس، ياخد التصنيف. المورفين تاثيره النهائي على السيريبرال كورتكس سيديشن ديبريشن. يبقى حضرتك التاثير النهائي للمورفين سي ان اس ديبريسن. كويس قوي. طيب ازاي؟ حاجه من الاثنين يا دكتور، يا اما سعادتك هيروح يقفل الجي اس بروتين، يقفل الادينايل سايكليز، يقلل السايكليك اي ام بي. ماشي ده حل. طيب يعمل ده انهبيشن جوه الخليه، او يعمل حضرتك بوتاسيوم اي فلكس، يعمل هايبر بولاريزيشن، يعمل لي انهبيشن جوه الخليه. صعبه دي. اللي بيعمل انهبيشن بايه؟ يا اما انهبت جي اس بروتين، انهبت الادينايل سايكليز، انهبت السايكل اي ام بي، او بطريقه ثانيه بوتاسيوم اي فلكس هايبر انهبيشن. دول اسمهم بوك فاينات. ممكن يعمل انهبيشن بطريقه ثانيه ازاي؟ يمنع الكالسيوم انفلكس جوه البري سينابتيك، فيمنع دخول الكالسيوم جوه الفيزيكال، فيمنع الريليز اوف اكسايتاتوري ترانسميترز. يمنع الريليز بتاع مين؟ اهم اكسايتاتوري ترانسميتر بيشتغل عليه المورفين هو الجلوتامين. نعيد تاني، هو المورفين بيشتغل ازاي كموليكولر، ازاي يعمل انهبيشن يعني؟ والله الانهبيشن ده لا يعمله في البوست سينابتيك نيرون، لا يعمله في البري سينابتيك نيرون. بوست سينابتيك نيرون سهل جدا، انهبت الجي اس، انهبت الادرينال سايكلين، يعني السايكليك ان بي دي، مش مشكله خالص. ممكن كمان يعمل لي بوست سينابتيك انهبيشن باي اوبن اوف بوتاسيوم، بوتاسيوم اي فلكس هايبر. لا ممكن حضرتك امنع ترشيط النيرون دي بان انا امنع الريليز اوف اكسايتاتوري ترانسميتر، امنع الريليز اوف جلوتامين. ازاي؟ اعمل كالسيوم انفلكس انهبيشن فامنع الريليز اوف اكسايتاتوري ترانسميتر من البريسنت. ده اسمه ايه؟ موليكولار ميكانيزم. طيب الميكانيزم بقى الظاهر قدامنا الواضح قدامنا، دايما يا شباب في سؤال الميكانيزم ما بيجيش غير فيه ميكانيزم اوف اكشن اوف مورفين. في ايه حضرتك؟ على ايه بالظبط؟ على الجي اي تي ولا على السبيرابل ولا على الكارديو ولا على البلط ولا على الانيون ولا على البين؟ لو جبت لك سؤال ميكانيزم اوف اكشن اوف مورفين هجيبه على البين. ليه؟ لانه شغلته ايه؟ بس انرجيز. ازاي المورفين يشتغل انرجيز؟ لو مشكله دي؟ طيب حضرتك البين بطويت سيمبلي خالص، بيحصل استيميليشن لحاجه اسمها النيرف ريسبتور، تبعت حاجه اسمها ايه دلتا فايبرز، او بيحصل انفلاميشن وتيشو دامج تبعت حاجه اسمها سي فايبرز، يخشوا على السباينال كورد يعملوا ريليف في منطقه اسمها الدورسال هورن سيل، وبعدين يطلعوا في حاجه اسمها لاترال سباينال سيراميك تراك على الهايبوثالاموس ثم الثالاموس ثم السيريبرال كورتكس، يعملوا لي بيرسبشن اوف بين. صح ده؟
thing. إيه اللي حصل؟ An exam stimulus أو inflammation بعد الفايبرز بتاعتهم عملوا محطة في الاسباينال كورد في الدورسال هورن سيل وبعدين طلعوا في اللاترال سباينال سيراميك تراك عدوا على الهايبوثالامس والثالامس كلها عملية بالبرسيبشن اوف بيني وفي الاخر خالص المحطة الاخرانية السيريبرال ايه كوربس. حلو المسار ده في الانفلاميشن ده المسبب الاساسي هو الريليز اوف بروستاجلاند. المورفين ملوش علاقة بالكلام ده خالص. المورفين شغله من اول هنا ليس له علاقة بالبريفرنت تماما. عشان الدواء دلوقتي شغلته الاساسيه هنا، فهنا هيشتغل يبقى بريفرال وممكن كمان يشتغل سنترال. المهم انا دلوقتي القصه هنا سببها براديكايلين بروستاجلاندين اللي هم الانفلاماتو ليميديك. طب هنا بقى حضرتك هنا في الدورسال هورن سيل دي في منشطات للبين وفي مثبطات للبين. يعني مش البين بيعمل محطه هنا، في حاجات هنا تنشط البين باثوي تزود البين باثوي اكتيفيشن سبستانس بي جلوتامين دي اصدر حضرتك السايكاتري ترانسميشن سبستانس بي جلوتامين دول اكسايتاتوري ترانسميشن بينشطوا البين باثوي. جسمي بيطلع اوبيويد طبيعية ناتشرال اوبيويد مخدرات طبيعية اندورفين وانكيفالين. اندورفين وانكيفالين لما بتوصل معلومات للبرين ان في بين يبعت حاجة اسمها ديسندينج انهبيتوري فايبرز. يبعت حاجة اسمها ايه؟ خلي بالك دي عشان احتاجها بعدين. ديسندينج تطلع من البرين ستيم حضرتك تنزل تعمل لي انهبيشن على منطقه البين باثوي في الدورسال هورن سيل. يا ترى الديسندنج فايبرز دول بيطلعوا مين؟ نور ابنفرين وسيروتونين. لما حضرتك بيحصل لك هنا بيرسبشن اوف بين بيبقى السايكولوجيكال ريسبونس بتاعك ايه؟ لما يجي لك احساس بالالم تبقى مبسوط ولا متضايق؟ تخاف وتبعد عن الحاجة المؤلمة بالنسبة لك ولا تقبل عليها؟ في حاجة اسمها ايه؟ psychological response to pain. لما يحصل perception of pain الحالة المزاجية psychological response بتاعك له مواصفات معينة. نرجع للسؤال بتاعنا الميكانيزم action of morphine مثلا في الرينا التوني مثلا في الفيسترال بين مثلا في المايوكارديال فانكشن يعمل ايه؟ بين اهو يعمل في ايه؟ حضرتك انهبت سبستانس بي اند جلوتامين يعني الحقن الجواب يرشد فاعليه الاندوجينوس اوبيويد. خلي بالك يرشد فاعليه بس خلي بالك بعد شويه من الوقت بعد حوالي 14 جرعه من المورفين انت اعتمدت على المخدرات الايه؟ فيبدا المخدرات الداخليه تبدا تقل. وده من اهم اسباب انك لما بتوقف المورفين فجاه بيحصل حاجه اسمها ويزدرول. بس انت في الاول بتزود فاعليه الاندوجينوس اوبيويدز المخدرات الطبيعيه الاندورفين وال انتفين. كمان يزود فاعليه الديسندنج انهبيتوري فايبرز يعني يخلي فاعليه الهور الكلفتر والسيرفين كانهبيتوري على الدوس هارد سيل رائعه. كمان في حاجه مهمه بقى يرفع البين ثريشولد. يعني ايه يرفع البين ثريشولد؟ يعني اللي كان مؤلم بالنسبه لك بعد ما تاخد المورفين ما يبقاش مؤلم. فاهمين انا بقوله؟ انت ليك ليفل معين، ليك ستيمولس معين، يعني مثلا لو انا حطيت الالم ده على ايدك تحس بفين؟ طب انه عمل لك ستيمولس. بس الستيمولس بتاع الالم ما وصلش لمرحله البين. انما لو جبت دبوس وشكيتك تحس بالم؟ ليه؟ اصل البين اللي انت عملته والستيمولس اللي انت عملته وصلني للبين ثريشولد. فاهمين قصده؟ لما باخد حضرتك المورفين بيرفع البين ثريشولد. يبقى اللي كان مؤلم بالنسبه لك قبل المورفين
هيبقى مش مؤلم بعد الوقت. كمان it changed the psychic response to the pain. الوقت اللي بياخد مخدرات وهو بيتخانق مثلا وضرب مضرب بيهرب ويجري بالعكس فبيقعد يضحك وبتاع السايكولوجيكال ريسبونس اتغير. عيد تاني الكلام ده مهم. الامتحان بيجي نظري حضرتك دلوقتي عايزين نعرف ازاي المورفين هيسكن الالم. مبدئيا هو بيشتغل بريفرال وسنترال ولا سنترال بس؟ من الاول كده سنترال بس. فين بقى حضرتك؟ تعالى هنا يجي عند الدورسال هورسال ويعطل السبستانس دي والجلوتامين ماشي يزود الاكتيفيتي اوف اندورفين اند انكفالين رائع يزود الاكتيفيتي بتاعت السيندنج انهبيتوري فايبرز اللي بتطلع نور ابينفرين وسيروتونين عظيم يرفع البين ويتشينج ذا سايكليك ريسبونس تو ذا بين. حضرتك دلوقتي انا كده عطلت لك البين سنترال ما تعملش حاجة بريفرال خلي بالك ما تعملش حاجة بريفرال ده الاثنين موليكولار وده الاثنين يوزس مش هرش حالة بقى المفين بقى كله بتحبيش وانا هديك الحاجات كده اللي انت عايزه يوزس هنستخدم المفين في ايه حضرتك دواء بقوة المفين وفاعلية المفين وخطورة المورفين. تاخد شوية صباع شوية ألم في السنان شوية ألم في المفاصل لا دكتور ده ألم تعبان ده بين أي كلام ده مش معقولة هعرض المريض لمحطة المورفين عشان مايل تو مودريت ها لوكالايز حاجة كده خايبة كده فين؟ لا مع إنه يسكن يعني لو واحد خد عنده ألم في ايديه او في رجليه وخد مورفين يقعد تمام ما فيش حاجه خالص انا هخلي المورفين مين كبير ديفيوز بسرعه فين الالم الشديد الالم اللي انا يعني منتشر في جسمي كله مسمع في جسمي كله الم بيأثر على الاورجنز بتاع الجسم يعني البسره بتاع الجسم ما عدا بين واحد اتشين معنى يدخل المرض بسلم ويطلع الانسان شبه مين؟ شبه مين؟ مع بعض كده مين اللي كان بيخش مصر وطلع الانسان؟ كوري فاكريهم؟ كوري اللي كان يدخل مصر بسلم ويطلع الانسان يبقى يعني كل انواع البين معنا الاتش تختار من مين حضرتك؟ فراكشر بول سوعة تاخده في الهيد انجل يعني واحد واخد عنده كسر في العظام مخبوط الألم العظام ألم رهيب جدا 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 فبالك بس ممكن أفكر 100 مرة قبل ما أخده لو العظمة المنصورة في الرأس هيد انجل هقول لي دلوقتي فراكشر بول سيبير بيرن هل شديد جدا مؤلم جدا جدا كانسر بين ألم السرطان لأن الكانسر بيعمل إيه؟ ما هو بيخش البذرة يعمل لي كومبريشن على البذرة فبيعمل لي سيدي إيه؟ كمان قلت المفروض له دور مهم جدا في الأكيوت مايوكارديال انفاركشن وشرحنا الموضوع ده إن المريض حضرتك اللي داخل الاستقبال ده المفروض ها ما يبقاش ده بيأذي الناس اللي حواليه وعنده أنزاية دوفين وضايليت مهم جدا بيريح عضلة القلب وكمان بيسكن الألم دلوقتي الراجل اللي عنده انجاين عنده بين طب اللي عنده انفاركشن عنده بين رهيب لازم ياخد مورفين اكيوت مايوكارديال انفاركشن سيفير بين كانسر بين فيسرال بين واحد يا دكتور عنده سيفير بيرن فراكشر بون كانسر بين عنده رينال كوليك او بيلياري كوليك عنده ايه يعني واحد دكتور عنده حصره مثلا في الكلى وعنده ألم رهيب لان هنا حضرتك لما الحصره بتسد الحلق بيحصل باك بريشر على الكلى جامد جدا بيحصل اتباس من اليوريثرا جامد جدا في ستول في البلادر بيحصل اتباس جامد جدا للجول بلادر يعني في سي دي بي ولكن ايه هتديه في
طبعا. عمل ايه سنترال؟ كله تمام. يوصل غور رسال تمام. سلامس وهايبو سلامس والكورتكس رائع. البين ثريشولد مرفوع. السايكولوجيكال ريسبونس متغير. الراجل ده مش حاسس بحاجه خالص. خلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان المورفين نفسه اسبازموجينيك. يعني ايه؟ يعني الراجل عنده نقص كلوي، الراجل عنده رينال كوليك او بيليري كوليك، ياخد المورفين يكحل تمام، مش حاسس بحاجه خالص. اول لما كوليك حقنه يخلص يقول لك دكتور الان رجعني اكتر من الاول. ليه حضرتك؟ لان المورفين بريفرال عامل له اسباز، فمزود له البريشر وهيزود له البين بعد ما يخلص. فاهم اللي انا بقوله؟ يعني البينيري كول بلادر انا عارف بيها ايه؟ طول ما بقول المورفين سنترال شغال لحد حاجه انت بقى كانسر بين، فيسرال بين، فيرن، فراكشر، بون، اكيوت مايوكارديال انفاركشن، رينال كوليك وبيليار كوليك، بس لازم عشان يريح الناس اللي بيعملوا ايه؟ اكيوت بلمونري اديما، ليه حضرتك؟ فازليتور يريح عضله القلب، يقلل حضرتك الكونجيشن الشديد اللي موجود على اللنج، كمان الراجل اللي عنده ازمه قلبيه حاده وهيموت من المفروض ان انا اعمل له ناركوزس. يعني ايه ناركوزس؟ اعمل له ديتاشمنت اوف راوند. تاثير المورفين هنا كمخدر هو تاثير مطلوب، لان الراجل ده مطلوب ان انا اشيل منه اي ستريس او اي انكزايتي اللي ممكن يسمع حد بيتكلم على الموضوع بتاعه وممكن ما يكونش عارف، ممكن يحس من نظرات الناس اللي حواليه ان هو خلاص يعني بيحتضر. فاهمين يا جماعه؟ مهم قوي ان المريض في حاله الاكيوت مايوكارديال انفاركشن وفي حاله الاكيوت بلمونري اديما هو ممكن يكون يبقى عنده سيفير ستريس، سيفير انكزايتي، عنده قلق شديد ورعب شديد جدا. تمام. مهم جدا جدا المورفين في النيوروجينيك شوك. فاهم ايه؟ الصدمه العصبيه. لما بداوا يدوروا على اسباب الصدمه العصبيه لهم حاجتين: الم شديد جدا ادى الى صدمه عصبيه، او خبر سيء جدا او مشكله كبيره جدا عملت له صدمه عصبيه. هو في اقوى من المورفين يعني اقوى من المورفين كناركوتيك. يبقى لما باخد المورفين بيشل الاسترس والانكزايتي اللي حصل لي بسبب المشكله، يشيل الاحساس بالبين الشديد اللي دخلني في نيوروجينيك. يبقى ليه حضرتك بتدي المورفين في نيوروجينيك شوك؟ لانه تقليل البين الشديد قوي والناركوتيك اكشن الديتاتشمنت انفايرمنت انه بيشيل الاستريس اللي عندك بشكل فظيع ورائع جدا. طب كمان مين يا جماعه؟ نيوروجينيك شوك. طيب كمان مهم المورفين كانستيتيك او كبري انستيتيك. طبعا في واحد هنتكلمش عنه دلوقتي احسن من ده، كانستيتيك او كبري انستيتيك. تخيل انا بيجي دواء يسكن لك الالم بشكل رائع، عامل لك مضمون، عامل لك سي ان اس فيجن، انت عايز كده ايه؟ شويه انستيتيك على يا دوب خلص البرشن. فاهم قصدك؟ يعني انا جايب لك راجل جاهز مش عايز مسكن ولا عايز مخدر، هو عايز بس حاجه تعمل له ايه؟ ها لوز اوف كونشنس. يبقى وجود المورفين في التخدير، طبعا في حاجه احسن منه هنتكلم عنها دلوقتي. انا فاهمه ليه بيخلي المريض هادي ما يحسش بالالم، الاسترس والانكزايتي اللي حواليه مش حاسس بيه، فمجرد ما ياخد جرعه بسيطه جدا من التخدير ينام اهو. يبقى مهم جدا كانستيتيك او كبري انستيتيك. نعيد تاني استخدامات المورفين في اي نوع من البين؟ ديب، سيفير، ديفيوز، فيسرال بين زي مين؟ زي فراكشر بون زي مين؟ زي كانسر بين زي مين؟ سيفير بيرن زي مين؟
اكيوت مايوكارديال انفاركشن. تاخدوا في الرينال كوليك والبيليال كوليك. كمان مهم في الاكيوت بالمونري في حالات النيوروجينيك كانستيتيك او كابريل ايش النظام بيقلل البين وبيعمل ديشن وبيعمل مرض. قالوا سايد افكت. تعال نشوف بقى ايه مشاكل المتعلقه المورفين في الريسبيراتوري مثلا. ناخد سيستم كده بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. يعني لو دوست الجرعه المريض يموت. بيطلع هيستامين وسبازموجينيك برونكو. اوعى تاخده في اي مريض عنده برونكيال ازمه او سي او بي دي. مين السي او بي دي ده؟ كرونيك اوبستراكتيف بلمونري. في الكارديو انهبيشن جامد جدا للهارت وانهبيشن جامد جدا للبازو موتور سنتر يؤدي الى هايبو تنشن وبرادي كارديو. بينشط السي اي سي يعمل لي برادي كارديو ويقفل البازو موتور سنتر يعمل لي هايبو. اوعى تاخده واحد عنده هايبو تنشن. اوعى تاخده واحد الهارت بتاعه تعبان عنده كارديو جينيك شوك. خطر جدا في الهايبو تنشن شوك وخطر جدا في الكارديو جينيك شوك لانه بيعمل ايه في الهارت؟ برادي كارديا وبيعمل ايه في البلاد بريشر؟ هايبوتنشن. اخباره ايه عن جي اي تي؟ في السفنكتر باز. في الانتستن في حاجه اسمها سيجمنتال موفمنت دايركتور في حاجه اسمها بريستاتيك موفمنت. ركز معايا الانتستن دي بتتحرك حركتين حاجه اسمها ايه؟ سيجمنتال وحاجه اسمها السيجمنتال دي تزيد لانه سبازموجينيك انما البريستاتيك بيعمل ايه بقى؟ الانسان ولا الانسان؟ طبعا الانسان. البازم الانر سفنكتر ده كمان انهبت الديفيكيشن ريفلكس. يعني ايه؟ يعني الديزاير تو ديفيكيت مش موجود. لما يحصل فولنس للريكتم ما يجيلكش احساس انك عايز تروح الحمام. انهبت الديفيكيشن ريفلكس. نفس الكلام ده بالظبط يطبق على اليورينال سيستم. يعني ايه؟ مهم جدا انهبت ميكتيوريشن ريفلكس. وعلى فكره كمان ايه؟ بننشط الانتي دايوريتيك هرمون. يعني ايه؟ يعني يحصل ووتر ريتنشن. يعني الراجل ده ما يروحش الحمام تقريبا. ها ديفيكيشن ويورين ريتنشن. تاثيره ايه على الجلد؟ دي اكتر من الفيتامين سي دي. طبعا الرجيك رياكشن شديده جدا. طيب تاثيره ايه على العين؟ بينشط حاجه اسمها الايدينجر واستيفاء النيوكليوس يعمل لي بين بوينت بيوبل. هو ده اللي بيزعلني منه في التخدير. ركز دي قوي. هو ده اللي بيزعلني منه في التخدير. ليه؟ وانت في التخدير العين دي بتنفعك في تحديد الستيج اوف انستيزيا. وان ولا تو ولا تري ولا فور عشان الجراح يشتغل ولا ما يشتغلش عشان تعرف المريض في حاله خطيره ولا الدنيا مظبوطه. مهم قوي مين؟ البيوبل سايز. لو انت عملت بين بوينت بيوبل ماست دايجنوز ستيج اوف انستيزيا. كمان من ضمن المصايب بتاعت البين بوينت بيوبل دي لو واحد واخد خبطه في راسه. عشان قلت لك خلي بالك لو واخد خبطه في راسه ما تخش مورفين. اللي واخد خبطه في راسه بقى عنده حاجه اسمها كونكشن ارتجاج في المخ. فارتجاج المخ ده من الوسائل المهمه في تشخيص الكونكشن. انت عامل ايه هنا؟ بن بوينت بيوبل. يعني حضرتك مش هتقدر تعرف هي لو الخبطه في اليمين ولا في الشمال. من العلامات اللي تعرفك هو اليمين ولا الشمال العين. مش هتعرفك للستيج بتاعت الكونكشن هي حاله خطيره ولا حاله بسيطه. عملت بين بوينت مش هتعرف تحدد الستيج. كمان انت بتعمل ار سي ديبريشن بتعمل سي ان اس ديبريشن. المريض اللي جاي لك واخد خطه في راسه ولسه فايق لو خد مورفين كمل عليه. واحد جاي لك دلوقتي واخد خطه في راسه بيبقى ايه؟ سيمي كونشس صح؟ لو انت اديته مورفين هدخلكم. فخلي بالك من المورفين في حالات الهيد انجري. طيب عظيم.
أخبرنا إيه حضرتك في جهاز المناعة في النيروس الرزق؟ أخبرنا إيه سعادتك بكثر الاستخدام؟ الأول يحصل تولرنس التفكير يقل، بس يحصل لمين؟ يحصل لثلاث حاجات: أنرجيزيا، إيفوريا، والإكزايتيشن. وما يحصلش الثلاث حاجات، يعني ما يحصلش ثلاث حاجات؟ يعني المريض خد موربين قليل، خد موربين كتير، الثلاثة دول موجودين. اللي هما مين؟ بين بوينت بيوبل، كونستيبيشن، وإيه كمان؟ ها؟ والإكزايتيشن. ده من الحاجات اللي هي بتختلف، من الحاجات اللي هي بتقل، اللي هي الإيفوريا والأنرجيزيا. المهم إن المريض بيبدأ بعض الأكشنز بتاعته يبدأ تأثيرها يقل، وتبدأ الإندورفين والإنجابل اللي عنده إيه؟ يقل. كمان المفروض من الحاجات اللي ليها نارو ثيرابيوتيك رينج. كلمة نارو ثيرابيوتيك رينج يعني ايه؟ يعني بسهولة المريض ممكن يتحول من ثيرابيوتيك الى، وخاصة مثلا لو اديت المفروض لطفل صغير او لراجل عجوز او الواحد عنده ليفر سيل فيلر او رينال فيلر، بسهولة جدا بيدخل في مورفين توكسيك عظيم جدا. انت ما تاخدش مورفين، الحال لو خدته مرات اللي بتولد لو خدته بيلاقي ليفر بيعدل الفيتس، يعمل له ار سي ديبريشن نيونيتال اسفيكتي. ما تاخدوش يا دكتور لو في ايوه، لو في يورين تنشن، لو في كونستيبيشن، لو في برونكيال ازمة او سي او بي دي. ما تاخدوش في الهيد انجري. بيقلل الانتر ميتابوليك ريت، فده ممكن يعمل ايه يا شباب؟ هايبو ثايرويد افكت. ما تاخدوش في الميكسيدينا. حذاري حذاري انك تاخد المورفين في الاكيوت ابدومين. فاهمين؟ يعني اكيوت ابدومين الم شديد في البطن. ازاي يا دكتور؟ لسه بتقول لي حالا ان المورفين متخصص في الفيسرال بين. لو جاي لك واحد بيصوت في حقول من عمود انا مش قادر، واديته حقنه مورفين، ايه الاخبار؟ الالم اختفى تماما. طب لو الراجل ده عنده زيك صح؟ يبقى حضرتك عايز تاخده في الاكيوت ابدومين، شخص الحاله الاول، لان الحاله ممكن تكون زي ده وترابشر منك. اوعى تديه في الاندياجنوز اكيوت ابدومين، اوعى تديه في الاندياجنوزد اكيوت ابدومين. ينفع تاخده في الرينال كوليك والبيليار كوليك لوحده؟ ليه؟ بس شديد جدا يزود البريشر وبالتالي يزود البين بريفر. كمان من الحاجات الخطيره جدا والمهمه جدا، ما تعملش او ما تديش المورفين في حاله اسمها كلوزد سبيسز. يعني انت بتديه بوست اوبرتيف بعد العمليات. انت عامل ايه؟ انت عامل عمليه فين؟ بيصرف في البطن مثلا في اليوترس بوست اوبراتيف. خده بوست اوبراتيف ما عدا الكلوز دي سبيس في الار جول بلادر بري. ثلاث حاجات ابعد عن الكلوز دي سبيس. ليه؟ لان حضرتك المورفين بطبعه سبازمو فبيزود البريشر. فلو انت عامل عمليه فين؟ العمليه تمشي. لو انت عامل عمليه في المراره العمليه تمشي. لو انت عامل عمليه في البرين العمليه تمشي. ابعد ابعد تماما عن الكروس سبيس، لان السبازموجينيك اكشن بتاع المورفين بيزود البرشر. يعني ايه؟ يعني الفيمو دايلاتيشن بيقلل البريود اللي رايح للغضب. تمام. يزود البريشر في النسيج نفسه. يعني انا دلوقتي ده كومن بايل ضغط قفلت عليها وشلت البلادر، السبازموجينيك اكشن اللي بيعمله ده بيزود البريشر جوه الكومن بايل ضغط. تربش انا بعمل مثلا عمليه في العين وشلت حته مثلا وبخيط، السبازموجينيك ده ممكن العمليه تربش. كلوز سبيسز. خلي بالك كمان من المورفين، لان
وانت عندك اكيوتي سنسيتيف هتعامل ازاي؟ هتعامل ازاي؟ هل عندك انتي دوز؟ ها عندي يا دكتور، عندي نالوكسون، حقنة نالوكسون تقفل الميول ريسبتور. وبعد كده بقى بشتغل سبورت زي ما احكي علينا يا شباب، يعني ضغط واطي ادي له حاجه تظبط الضغط. المريض مثلا عنده اليرجي شديده ادي له انتي هيستامينك. المريض عنده برونكوس باس ادي له برونكو دايليتور. عنده ريسبيراتوري فيلير اعمل له ارتفيشال ريسبيريشن. المريض عنده تسمم بالمورفين اعمل له ستومك ووش، اعمل له رينال دايالسيس. بس اهم حاجه ايه يا شباب؟ طيب امال المورفين ادكشن يا دكتور، واحد مدمن مورفين بيتعامل معاه ازاي؟ اولا تسحب المورفين بشكل بطيء جدا، ابدا اسحب المورفين وصل لحد هنا ابدا اسحبه لحد ما اوصل حاجه اسمها ستابلايزنج دوز. يعني ايه ستابلايزنج دوز دي؟ لو قللت عن كده يحصل الدراسه دي. وبعدين اعمل ايه؟ انت وقفت الستابلايزنج دوز، وبعدين ادي بديل للمورفين بحيث وانت بتسحب المورفين بتزود البديل ده. مين البديل ده؟ ميثادون. مركز يا شباب، مش معنى اخترت الميثادون لانه بيسيب ببطء شديد جدا من البلازما بروتين، فبيستمر مفعوله بجسمك ها لفترات طويله، ومفعوله بيبدا يقل بجسمك بالتدريج جدا جدا جدا، فالويز درول سيمتومز هتكون ايه؟ تكون اقل. فبتستخدم الميثادون، وبعدين بعد كده تسحب الميثادون بالتدريج. وبعدين الراجل ده وهو مروح من مستشفى علاج الادمان بتديله ماده اسمها نالتروكزول، حبوب اسمها نالتروكزول بتقفل لك الميول. ليه يا دكتور؟ عشان لو حد يرجع للادمان تاني ما يحسش بالايفوريا. ما هو مين اللي بيعمل له ايفوريا؟ الميول. انا هقفل له الميول، انا هقفل له الميول. المورفين مهم جدا 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 في الامتحان، ميكانيزم تمام، يوزس كويس، سايد افكت رائع. بس اهم سؤال على الاطلاق كونترا طبعا، سايد افكت طبعا داخل سايد افكت طبعا اكيد، بس اهم سؤال على الاطلاق يعني اول ما نسمع كلمه مورفين اول حاجه تيجي في دماغ الاساس ايه؟ حط كونترا انديكيشن على طول كده. المورفين اهم سؤال فيه هو انما هو كله مهم زي ما اتفقنا مع بعض. طيب عظيم، تعال نشوف بقى اخواتي ولادي. كودايين ده ناتشورال جاي من الاوبيا برضه، ده تقريبا عشر قوه المورفين ومركز بشكل اساسي على الكراب سنتر. يعني شغلته الاساسيه انت صعب، عايز بس اعرف الكودايين ده انت تصدق. ولما جرعته بتزيد بيعمل سي ان اس اكزيتيشن مش اكتر من كده. يبقى الكودايين اضعف من المورفين، وشغلته الاساسيه له تاثير مسكن بسيط شويه صداع بتاع، انما التاثير الاساسي انتي تاسف، مهم جدا كانتي تاسف كمهدئ للسعال. ولما بيحصل منه مشاكل ممكن يعمل لي سي ان اس اكزيتيشن بروموشن. طيب تعال نشوف بقى السيمي سنسيتيف داي هيدرومورفين اقوى من المورفين، داي هيدروكودايين اقوى من الكودايين. يعني الاقوى داي هيدرو وبعدين مورفين وبعدين داي هيدرو وبعدين هيروين. مين الهيروين؟ داي اسيتايل مورفين. كل دول ايه؟ سيني هيروين داي اسيتايل مورفين فوتن ستيمولانت للميول، فوتن ايفوريك بيعمل ايفوريا عاليه قوي، بس فوتن ادكتف، وكمان فوتن دينجرس. طالما هشغل الميول زي ما خدت بقى المميزات بتاعتها الايفوريا بقى والعضله الشهيره ديت، ممكن يحصل لك short duration potent euphoric potent addictive و potent dangerous. ليه؟
لانه بورتن ليو ادمنس. اسمه يا شباب كيروين هو خالص ديفايند وورفين. تعال نشوف بقى الحاجات السينثيتك، المستخلصات اللي انا صنعتها من بره وفصلتها على طبيعه الجسم. سينثيتك ممكن نعمل يا دكتور سينثيتك مخصوص للاسهال. هو خد بالك تلاقي بعض الكتب كاتبه من ضمن استخدامات المورفين للاسهال يقول لك ايه طبيعه الاسهال. يا راجل واحد عنده اسهال ياخد مورفين ينفع؟ حد شفت الاسهال دي خالص اليوز؟ واحد يقول يا دكتور ده حلو قوي في الدرايف اب انه بيعمل انهبيشن للكابسن. يا راجل هتفيد المورفين وقلنا كده امبارح في درايف اب. ففي حاجات مخصوص للاسهال بتعمل سبازم اوف انر سفنكتر لوبرومايد. دواء اسمه يا شباب لوبرومايد واخوه اسمه لوبرومايد. لوبرومايد ده اشهر واحد فيه. في واحد قلناه امبارح والميزه ان هو ما بيعملش ادكشن ديكسترو ميتروفان فاكره؟ فبيشتغل فين ده؟ في الكحه الناشفه. ديكسترو ميتروفان ده مهم جدا في الكحه الناشفه. تمام دي حاجات ايه؟ سينثيتك. ميثادون ممكن تستخدمه في الضغط ايه؟ هو شبه المفيد قوي. في ميزة عالية جدا انه بالي سلولي اسوشيتد فروم بلازما بروتين فاستخدمناه في حالات المورفين ايه؟ الاشتيل اليمين في بعض. الميثادون اهم حاجه فيه انه يستخدمه ويساعدنا في حالات التعامل مع المورفين الاشتيل. فنتايل بقى اسمها ايه؟ دي مهمه بقى نقف عندها شويه. ليه بقى؟ الفنتايل ده قوي جدا لدرجه انه اقوى من المورفين 80 مره. اقوى من المورفين 80 مره بس بيقعد تلت ساعه نص ساعه شوت دريشن. والمشكله الاكبر انه بيعمل زي المورفين سي في زيلز ستيميوليشن. بيعمل ايه؟ فبيعمل سيفير نوزيا اند بومبنج. يعني الراجل ده مسكن عالي قوي ميو محترم قوي انالجيزك رائع جدا 80 مره اقوى من المورفين بس عنده مشكلتين انه شورت وكمان عنده سي تي زد. يعني عايز تستخدمه استخدمه في مشكله صغيره سكه 3 ساعه ونص ساعه استرانج جيناتك سي دي زد ستوري. لا ما ينفعش نعمل في المريض دواء. امال نعمل ايه؟ ناخد معاه دواء يقفل السي دي زد ويعمل ايه؟ يهدي المريض قوي. الدواء ده عنده حاجتين كتير قوي انا عايزهم منه ان هو انتي ايميتك يقفل السي دي زد وان هو بيقلل الانزايتي بشكل واضح جدا. اسم ايه بقى الدواء ده؟ دروبريدول. اسمه ايه؟ اللي ذاكر الجي اي تي هيلاقي الدروبريدول ده موجود هناك بيقفل البعد ده. الدروبريدول ده هنقوله بكره. ده بيعمل ايه؟ انتي سايكوتيك بيقلل الانزايتي بيخلي المريض ده ريلاكس جدا جدا جدا. ده مسكن قوي قوي ومهدئ قوي قوي. طب عيب المسكن القوي ايه؟ وردنج. طب ميزه المهدئ القوي ايه؟ هانتنج. امين انا بقوله المسكن القوي ده عيبه ستيميليشن لسيكل سيل والمهدئ القوي ده ميزته انه بيقتل السيكل. فكده يبقى انا عملت ايه بقى؟ نيوروليبتك. نيوروليبتك يعني بهدئ المريض. انالجيزيا نيوروليبتك انالجيزيا ودي بنستخدمها لو الست بتمر الطبيعي وعندها هياج شديد جدا وعندها عصبيه شديده جدا وخايفه ومرعوبه من ولادها. طلعت موضه كده اسمها الولاده بدون الم. فالست
تمام وقت الولادة بقى والرعب والخوف ودخلينها كشك الولادة يقول لك ايه اللي هنا حقلت بقى انت نايم على الدروب اخبار الالم ايه مش موجود اخبار العصبية والهياج والنرفزة ايه مش موجود طب دور في مورد في موردين مفيش مورد السكة كلها نص ساعة خلاص كده بقى في بعض بقى الستات الرعب عندهم عالي جدا جدا بقى بنزود عليهم حاجة اسمها نيتروس أوكسايد يبقى بنسبة انترايم ودروبريدون زائد نيتروس أوكسايد لو بقول عليه الغاز الضحي بيسموه كده الغاز الضحي فدي بيعمل لي حاجة اسمها نيوروليبتك أنالجيزيا يبقى نيوروليبتك أنالجيزيا دروبريدون في انترايم دروبريدون في انترايم ونيتروس أوكسايد نيوروليبتك أنالجيزيا تمام جدا ده الديزاين ترامادول ترامادول حضرتك ده بيعمل بارشيال اجونست للميون يعني ايه كده بارشيال اجونست ها يعني يشغل وبعدين يقفل وكمان لهم دور مهم جدا انه بيزود فاعليه النور ابنفرين والسيروتونين بيقفل النور ابنفرين والسيروتونين دي اطيق طب ودول لهم تاثير لهم تاثير على مين نور ابنفرين والسيروتونين نازلين دول لهم تاثير عليهم ولا لا؟ بيقفل عليهم ترامادول ميبريدين فيسيدين ميبريدين فيسيدين لو ما جبتش المورفين هجيب المورفين لو ما جبتش المورفين هجيب المورفين ايه هو الميبريدين؟ هو بالظبط عشر قوة المورفين كان جدا ملوش تأثير على الكابسل شوية استيميوليشن للسيتيزن مع شوية استيميوليشن للأنتي دايوريتك هرمون RC depression بنسبة بسيطة RC depression بنسبة بسيطة less addiction كل ده جميل قوي بس أهم ميزة فيه على الإطلاق الترولين لايف يعني الترولين الكوليك والبيليا الكوليك محتاج معاه أطروبين؟ هقول ألون طب هو الأطروبين لايف يخلي المريض عنده بين بوينت بيوبل عشان كده بحب أخده أحسن من المورفين كبير أنسف لأنه أولا ما بيعملليش بين بوينت بيوبل ثانيا إنه لسه أديكشن ثالثا إنه لسه سي ديبريشن رابعا إن الأطروبين اللي معاه بيقفل برضه البوردنج بيعمل البوردنج سنتر يبقى الاطروبين اللي معاه بيقفل البوردنج اللي هيحصل من ادويه التخدير رائع جدا كبري انا سيبك ليس ادكشن ليس ار سي ديبريشن ما بيعملش بوردنج زي المورفين ما بيعملش بين بوينت زي المورفين لان عنده اطروبين لايف موجود يمكن اخطر عيب مع الميبريدين لو تاخد مع الماو الميبريدون بيعمل كومبارشن يعمل سي ان اس اي كومبارشن ده بالنسبه لمين؟ ميبريدين اللي هو اسمه تجاري ميبريدين اخر مجموعه عندي هي الميكسد اجونست انتاجونست بنتازوسين ونالبوفين بنتازوسين ونالبوفين دول حضرتك بيشغلوا ريسبتور اسمها كابا عاوز تسمع ايه هيدوك انرجي في منهم بيعمل بارشيال اجونست على الميون بيعمل ايه فبيعمل لك شويه ار سي بس وكيل الباشا قال لك يعني ايه شغل شويه هيدوك عليه في منهم بيشغل السيجما فيعمل لي حاجه اسمها هالوسينيشن وديسفوريا نعيد تاني بقى كلهم بيشغلوا مين؟ ها؟ الكابا فهيعملوا لي انرجيز في منهم يقفل الميو فانتاجونست الميو خالص وفي منهم بارشيال اجونست على الميو يعني ايه بارشيال اجونست؟ بيشغل سنه بسيطه وبعدين يقفل في منهم يا دكتور بيشغل السيجما فيعمل لك شويه هالوسينيشن وديسكوريا السؤال هم انرجيزك ولا لا؟
لو واحد محتاج مسكنات شبع المورفية هقول لهم اه يا لان الجزء الاكثر بتاعهم محترم جدا. طب لو واحد مدمن مورفين واخدهم ايه اللي يحصل؟ دلوقتي يقفلوا له الميور ريسبتور، ممكن يشغلوها في الاول شويه بس هيروح يقفلوه. طب لما يقفلوا الميور ريسبتور على المورفين يحصل ايه من المورفين؟ ويزدرول سلبي. يعملوا لي ار سي ديبريشن ولا ما يعملوش؟ في منهم مش هيعمل، في منهم هيعمل نسبه بسيطه جدا. طيب حضرتك دلوقتي انت لسه قايل لي حالا ان الميبريدين برضه بيعمل ار سي ديبريشن بسيط صح؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ركز معايا بقى. ايه الفرق بين الاجونست البسيط والبارشل اجونست؟ الاجونست البسيط لو زودت جرعته يزيد. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي حضرتك مدي ميبريدين بالجرعات العلاجيه عمل لك ار سي ديبريشن بسيط. طب زودت جرعته الار سي ديبريشن بيزيد ويموت الولد، يموت البيبي. لو سبت التولد يعمل ايه؟ البارشيال اجونست بيعمل لي في الاول ها انيشيال ستيميوليشن بسيط. طب لو زودت نو مور ستيميوليشن. انا دلوقتي اديت بارشيال اجونست عمل ايه؟ عمل نيو ستيميوليشن. طب انا هزود جرعته؟ لا خلاص ده اخره، ايه؟ كاميو. ده اخره كاميو. طب اخباره ايه ككبة؟ عمال يزيد. يعني ايه عمال يزيد؟ يعني الانرجيتك اكشن بيزيد ويزود مور ار سي ديبريشن. تاني انا عاوز افرق ما بين الميبريدين والنالبوفين او البنتازوسين، هما الميكس. الميبريدين بيشغل الكبد كويس قوي، الميو بسيط قوي، بس لو زودت حضرتك الجرعه بتاعتك عشان تاخد انرجيز كتير ها يبدا الار سي ديشن يزيد يموت الولد. طب اخبار النالبوفين ايه بقى؟ زود الكبد براحتك، خد انرجيزك براحتك، الميو مش هيزيد، الار سي ديشن مش هيزيد. ميكس ادوس تاكوس اخبارهم ايه يا شباب تاني؟ ها؟ نمرة واحد بيشغلوا الكبة، كلهم انرجي. في منهم بيشغل السيجما يعمل لي ها؟ ديسفوريا وهالوسينيشن. في جزء بلوكر على الميو، في جزء بارشيال اجونست على الميو. يعني ايه بارشيال اجونست على الميو؟ يعني يعملوا لي ليميتد ار سي ديبريشن. لو افيكاسي، لو سيلينج افكت على الار سي، يعني الار سي ديبريشن ممكن يحصل له انهبيشن، ممكن الار سي يحصل له انهبيشن بس ويزن ليميت. يعني يا دكتور لو انا محتاج جرعه كبيره عشان ازود المسكن ازود اه ازود جرعه الار سي انهبيشن نو مور ار سي انهبيشن. ده الحته دي يا جماعه ده لو اسمه ايه؟ نالبوفين او بنتازوسين. ناخد النظر كده بعد ايش ما تعمل